من زمان عن سلوان والفلسفة حقتي، فحابة شوية والله أكلمكم في موضوع مهم. طبعا في ناس مرة كتير بتبحث عن السعادة، يعني مو ناس كتير، كلنا ماشيين في الحياة كده ندور على السعادة، وإحنا ماشيين بندور على السعادة بننسى إنه السعادة أصلا ما هي هدف، يعني ما المفروض تكون هدف من أهدافنا، بحكم إنه إحنا توجدنا في الحياة أصلا، ربنا خلقنا في الحياة بالأبس أند داونز اللي بتصير في حياتنا، يوم كده ويوم كده يوم كده، لأنه كلها اختبارات. وكمان نسينا إنه السعادة نسبية، يعني كيف يعني ممكن في ناس أنت شايفها مرة سعيدة، بس هي مو سعيدة عشان الأحداث اللي بتصير لها، مو سعيدة عشان الأحداث اللي بتصير لها سعيدة، لا، هي ممكن تكون سعيدة لأنه هي اختارت إنه تكون ردة فعلها تجاه الحدث هذا إنه أبو طنش، وهي مختارة إنه تمسك في مود أنا دائما مبسوط. ممكن يكون في أحداث أسوأ من اللي أنت قاعد تصير لك بتصير له، بس هو مختار مود الطناش فشايفه سعيد. وأشكال طبعا، الناس أشكال وألوان، فعشان كده السعادة نسبية من شخص لآخر من حدث لتاني. فأنا أعوذ بالله من كلمة أنا على قول مسألهم، خليني يعني بس أعطيكم الأشياء اللي أنا في آخر سنتين أو 3 سنين من حياتي من تجربتي فادتني مرة كتير في التعامل مع السعادة أو مع راحة البال أو مع الاطمئنان النفسي أو السلام الداخلي، اللي ما أقدر أقول إنه هو 100%، بس بنحاول نحاول نخليه إن شاء الله يصير 100%. طبعا ما يعني ما في احد يعني كذاب اللي يقول انا ما بيجيني لحظات اكون زعلان او معصب او متضايق او مضغوط، كلنا بنمر بهذه الظروف، بس برضو الـ يعني نسبة الزعل، نسبة القلق، نسبة الخوف، نسبة الضغط النفسي لازم نشتغل على انها تصير اقل فاقل فاقل. طبعا من الاشياء اللي انا الحمد لله يا رب لك الحمد مره فادتني اخر سنتين تقريبا في حياتي، طبعا كل سنه اكيد الانسان يزيد وعيه، واكيد ربي يلهمه باشياء يعني في تغيير شخصيته. انا فادني مره تقريبا كذا 4 اشياء قواعد خلاص مشيت فيها، يعني برمجت العقل الباطن عندي والعقل الواعي بيها، وجدا مفيدة، فخليني أقول لكم هي سريع. طبعا أول شيء، أول قناعة أو مبدأ أو قاعدة صار دماغي خلاص برمجتها، يعني قعدت أشتغل على نفسي إلين برمجت نفسي بيها يوم ورا يوم ورا يوم إلين صارت خلاص موجودة في العقل الباطن، حتى ما يحتاج أنا أفكر فيها، هي كده باي ديفولت تطلع، اللي هي لو حاجة خارج سيطرتي أنا ما أزعل عليها، لو شيء خارج سيطرتي ما أزعل عليه، يعني مثلا أنا سعيت إلين أوصل لشيء معين ما صار ما أزعل نهائيا، يعني ما يصير عندي الحمد لله ذرة زعل. وهذا عن تجربة، يعني حتى الناس لاحظوا فيا في آخر سنتين ما أزعل نهائيا، شيء أنا ما بإيدي أسوي فيه شيء ما أزعل، أقول أكيد ربي له حكمة وأكيد خيرة، خلاص أقفل على الموضوع. حتى لو أشخاص تسببوا في ذلك أقول ربي سخرهم عشان يسووا هذا الموضوع. طيب تاني شيء برضو مرة الحمد لله ريحني، هو برضو قاعدة أو قناعة خلينا نقول قناعة وخلاص مبدأ أنا ماشي عليه، إنه لو شخص ضرني، طبعا ممكن تستغرب وتقولوا طب إنسان ماشي مرة تمام ليش يجي شخص يضره، طبعا الناس اللي تضر أو اللي تغير أو اللي تحسد أو اللي تقعد لك مرة كتير، يعني ما يحتاج أقول موجودين، حتى لو أنت ماشي يعني مو 100% صح، لو كده ماسك في الحيط برضو لو يبغوا يضروك حسدا أو غيرة أو أعداء نجاح حيضروك. القاعدة هي أنه أي شخص يضرني أكون يعني ثقتي في ربنا مرة كبيرة ما تنهز ولا فيها شكك، أنه حقي حيجيني من ربنا، أنا ما حرد له ضرر، أنا ما حرد له زي اللي هو سواء، أنا ما حنزل مستواي ولا كأنه سوى شيء، بس إيش أثق وأتفائل خيرا في أنه حقي حيجي.
هذا شيء. الشيء اللي كمان يعني شيء مربوط بهذا الموضوع، انه لو لما الحق يجي ويصير فيه شيء ما اتشمت، ممكن اقول الحمد لله بيني وبين نفسي بس ما اتشمت، حتى على العدو ما اتشمت. هذه قواعد انا ماشي عليها ان شاء الله، ويعني يمكن عززتها اخر كم سنة بحكم اني ركزت عليها، لانه ما كان يعني عاجبني الألم اللي ممكن يجي للواحد لما شخص يضره، أو لما شخص يوقف شيء مهم عنده، أو لما شخص يقعد له في شغله، أو أشياء مرة كثير. فالضرر ده كان بيألمني أنا، فقلت أنا ليش أتألم أو الناس مبسوطة؟ الشخص اللي أداك مبسوط، ترى عايش حياته، أنت اللي قاعد تتألم، فلازم إحنا نشتغل على نفسنا إنه نوقف الآلام دي. طيب الشيء الثالث اللي اشتغلت عليه، طبعا لما بقول اشتغلت عليه يعني مو ما ترى الموضوع ما هو صعب، اشتغلت عليه يعني هذه القاعدة اللي أنا كونتها قعدت أفكر نفسي بيها كل يوم، يعني كل حدث يصير لي مشابه أطلع القاعدة اللي تشبه له دي اللي أنا أوريدي يعني عززتها في راسي وأفكر نفسي بيها عشان لا أتراجع عنها. طيب الشيء الثالث هو إنه سبحان الله، يعني الإنسان مهما ربي بيعطيه من نعم ويرزقه يعني أرزاق مرة كتير، هو دائما ينظر لغيره، يعني دائما يحس انه هو حقه مهضوم. طب انا عملت افضل من فلان، ليه فلان جاله كذا انا ما جالي كذا؟ في الحياة بشكل عام هذه القاعدة بديت احاول اني اشتغل عليها، وهذه الفكرة السلبية بديت احاربها، بحيث اني دائما اقول ربي قسم الارزاق، وممكن اكون انا استحق رزق شبه الرزق اللي عنده، بقيمة الرزق اللي عنده، مو رزق مثلا القليل اللي عندي، بس يمكن لو جاني كمية رزقه يمكن أنا ما حتعامل مع هذا الرزق صح. ربي أدرى وربي أعلم، وربنا هو مقسم الأرزاق، فما ينفع أطالع في أي رزق أحد تاني، أي أحد. هذا الشيء أنا الحمد لله يا رب لك الحمد صرت يعني لا أرى تماما، يعني مهما يتقلي مهما خلاص، يعني أتكلم عن نفسي، لو جيت أتكلم عن نفسي، عن حق لو في حق لي هو ده اللي أطالب فيه، أما إن يكون حقي مشابه بحقوق غيري إيوة لو في قوانين تقول ده الكلام أتكلم فيها برضو، بس لو في أشياء إلهية أنا ما أقدر أتدخل فيها فبالعكس يعني أقول الله يرزقه، ودائما أحاول هذه الكلمة يعني دائما أكررها الله يرزقه، لأنه سبحان الله لما تدعي حتى للناس إنه ربي يرزقها أكثر سبحان الله يجيك رزق من حيث لا تعلم. وأصلا الرزق نوعين، عدل من الله وفضل من الله. في ناس ربي رزقهم من فضله، من واسع فضله، وممكن يكونوا ما سووا شيء بس ربي رزقهم، وهذا اختبار في حد ذاته، فما ينفع إنه إحنا نطالع في اختبارات غيرنا. يعني شبه لو أنا قاعدة في فصل وتوزعت نماذج مختلفة من الاختبارات وقاعدة أشوف اختبار غيري كيف، ترى ما هستفيد شيء، لأنه أنا مطالبة بحل اختباري أنا مو اختبار غيري، فماني مستفيدة، هذا كله تضيع وقت، هضيع وقتي وأشوف أوراق غيري، بينما مو المطلوب مني أحلها، المطلوب مني أحل ورقتي أنا. فهذه قاعدة الحمد لله ماشي عليها وبعززها أكثر وقت. طيب الشيئين الأخيرين من الأشياء اللي تضيف لك جزء من السعادة، وخلينا نقول جزء لأنه أصلاً السعادة الكاملة مو موجودة ترى ولا في حياة إنسان. الإنسان اتخلق مو عشان يكون سعيد، يعني اتخلق عشان تاني مرة يختبر. فاللي تعطينا جزء من راحة البال بس عشان يكمل رحلة الحياة هي العطاء الإنساني. طبعاً العطاء الإنساني دائما الإنسان لما يسمع عطاء يحسب بس فلوس، العطاء مو بس مادي، عطاء معنوي فكري. يعني ممكن في شخص ساعد الشخص اللي جاء في طريقك واحتاجك ساعده، احتاجك احد يبغى معلومات ساعده، احتاجك احد ما يعرف يسوي الشغلة الفلانية ساعده، احتاجك احد مهموم يبي يفضفض اسمع له، احتاجك احد يباك في خدمة ايا كانت الخدمة اخدمه. لأنه هذه الأشياء سبحان الله إحنا نحسب أنه السعادة بالأخذ، ترى السعادة النفسية تجي بالعطاء. أعطيك دليل أنه السعادة تجي بالعطاء، أحيانا تكوني أو تكون رايح لصديق لك أو صديقة وجايب هدية عيد ميلاد، هدية
وانت مع انه الهدية دي انت مثلا دافع فيها ورايح وتعبان ومغلفها، المفروض انك تستتقل الموضوع، لا انت رايح سعيد وانت بتعطي الهدية. يعني حاول تفتكر هذه المشاعر وانت بتعطي، رايح مبسوط انك انت شايل الهدية كأنه الهدية جاتك مع انه انت اللي بتوديها. طبعا بتكلم عن الناس الطبيعية يعني اللي يعني رايحة تودي الهدية وبنفس حلوة، مو رايحة مجبورة يعني يوح نروح نودي هدية، هذه يعني نسمعها كثير. بس أنا بتكلم عن الشخص الطبيعي اللي حابب هذا الشخص ورايحة يودي له هدية، يكون مرة مبسوط. هذا أكبر دليل إنه السعادة أو الجزء من السعادة ده اللي حيجينا ترى يجينا من عطاء مو من أخذ. فساعد. آخر شيء أبغى أقوله إنه أنا لاحظت إنه الناس الفطرة البشرية، البشر عموما يخافوا انهم ما يلحقوا، يعني دائما خايفين انه هم، لانه اتقال للجميع انه العمر وكلنا عارفين انه العمر حينتهي في يوم من الايام، فالكل بيلحق، يعني الكل بيتسارع يبغى يلحق. هذا السلوك اللي هو الواحد قاعد بس يلحق، اغلبهم بيلحقوا الرزق، يعني كلهم خايفين انه انا ما حلحق، يا الله خليني بسرعه استعجل يمكن ما لحق، خليني احاول اجيب فلوس يمكن ما لحق، خليني. فهذه بتاخد من سعادتك اليوميه. طب انا طول ما انا قاعده اجري عشان الحق انا ماني سعيده لاني ما لحقت، فراحت سعادتي. ونسيوا تماما انه الارزاق هذه اللي احنا بنجري وراها وبنحاول نلحقها وبنتسارع عشان نلحقها مقسمة ومكتوبة من قبل ما نيجي في الدنيا، يعني ما يحتاج ده كله، ما يحتاج الجري ده كله، يحتاج السعي، السعي وراء الرزق. أيوة، بس السعي اللي هو السعي وثقة في الله إنه رب إن شاء الله حيرزقني من اللي قسمه للجميع وقسمه لي وكتبوا لي، بس مو السعي اللي هو أنا خليني بسرعة أجري، يعني لأنه في الجري ده ترى تصير أشياء مرة كثير، في ناس تنهب، ناس تظلم، ناس تاكل حقوق ناس، فالجري ده غلط. زي السيارة لما تسرع مرة ممكن تسوي حوادث، فالتأني والسعي بتأني وبنية انه الحم ان شاء الله ربي انا واثق انه حيرزقني. يعني فعليا اعرف ناس كثير ما بيناموا الليل من كثرة التفكير في اني انا، والطمع والجشع اني انا كيف يعني بكرة ازود الرزق هذا، اللي بدل ما ينشغلوا في انهم يحمدوا ربنا على الشيء اللي جاهم ينشغلوا في انا كيف ازود ارصدتي. واحيانا في تزويد الارصدة دي تصير امور كلها لا اخلاقية لا دينية لا انسانية. سبحان الله، يعني ويحسبوا ان هم لو حصلوا على الشيء ده يكونوا سعيدين، لا ما حيكونوا سعيدين ترى، لانه الطماع يبغى أكتر وأكتر وأكتر، يعني هو طول الوقت قاعد يحاول يلحق وفقد كل سعادته. ومو بس فقد، الناس قاعد تدعي عليه، ومو بس الناس قاعد تدعي عليه، في يوم من الأيام فعلا حيطيح، ربنا حيسقطه من علو. فالواحد يتأنى ويثق في الله، وإن شاء الله الأشياء دي اللي قلتها تفيدكم في راحة البال وتضيف لنا جزء من السعادة، وإحنا مدركين إنه السعادة الكاملة ما هي موجودة في حياتنا، بس سبحان الله الرضا يخلي الإنسان يشوف الجزء هذا كأنه جزء مكتمل، كأنه كامل السعادة. وإن شاء الله يا رب أكون فدتكم وتصبحوا على خير، لأنه أصلا باين من وجهي يعني أنتي ما نمت أمس، نمت مرة قليل، واليوم من الصباح إلين قبل شوية وأنا شغل، ما هو بلحق على شيء، لا والله، بس في أشياء إن شاء الله قريبا سترى النور بإذن الله، وإن شاء الله خير. أعطيكم ألف عافية، تصبحوا على خير.